وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بحفظ الله ورعاية هذا اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 32 والتي تعقد في مدينة جدة يوم غد الجمعة، وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله. وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المعظم في مطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام محافظة جدة ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة، والشيخ علي بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية ووكيل المراسم الملكية بالمملكة العربية السعودية. هذا وقد تفضل صاحب الجلالة الملك المعظم بالتصريح التالي: يسرنا ونحن نصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة أن نعرب عن بالغ التقدير والامتنان لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه على دعوته الكريمة لنا للمشاركة في أعمال الدورة 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، مشيدين بما يربط بين بلدين الشقيقين من أواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تستند على وشائج القربة والمحبة والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة. ويطيب لنا أن نؤكد على أن انعقاد هذه القمة العربية المباركة يمثل مناسبة طيبة لتبادل الرأي والتشاور وتعزيز التنسيق المشترك بين أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية الشقيقة لكل ما من شأنه دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعات شعوبنا الشقيقة في توحيد الجهود وتقوية التضامن والتكاتف العربي لمواجهة كافة التحديات وحماية مصالح ومكتسبات دولنا العربية ترسيخ دعائم السلم والأمن والاستقرار في وطننا العربي، مؤكدين تقديرنا وامتناننا للجهود المخلصة التي يبذلها أخونا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لتوحيد الصف العربي ودعم مسيرة التضامن العربي وخدمة القضايا العربية المصيرية، مشيدين بالدور المحوري البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم جهود حماية الأمن القومي العربي وتحقيق تطلعات وآمال شعوبنا العربية للأمن والاستقرار والنماء. رافقت ملك البلاد المعظم السلامة في الحل والترحال. هذا وقد تشكلت بعثة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين.